من LBCI طابت أوقاتكم. هذه نشرة الظاهرة، نبدأها أولا بأبرز العناوين. مقتل 15 شخصا بالسلاح الأبيض شمال حما. اليونيسف، أكثر من 4000 طفل سوري نزحوا من دون أهلهم. خطة أمنية للضاحية الاثنين وعراقيل جديدة حالت دون تأليف الحكومة. أهلا بكم. تستكمل سوريا تسليم قوائم ترسانتها الكيميائية على وقع استمرار المعارك، فقد قتل 15 شخصا وأصيب 10 آخرون بجروح بالرصاص وبالسلاح الأبيض في عملية نفذها الجيش السوري وميليشيات موالية للنظام في قرية الشيخ حديد السنية شمال حما، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن المنطقة شهدت يوم الجمعة اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة الذين تمكنوا من السيطرة على قرية الجلمة القريبة من الشيخ حديد. وفي مدينة حما قامت القوات النظامية بعدة عمليات تفتيش في حي الأندلس واعتقلت عددا غير محدد من الأشخاص بحسب المرصد. إسعاف الجرحى جراء القصف على مدينة لطامني 21/9/2013. وفي موقف روسي جديد من الأزمة السورية، أعلن مدير ديوان الرئاسة الروسية سيرغي إيفانوف أن روسيا قد تغير موقفها من القضية السورية إذا تبين أن الأسد يخادع، لافتا في الوقت عينه إلى أنه يتعين التفكير في سيناريو افتراضي آخر يتضمن ضلوع الحكومة السورية والمعارضة في استخدام الكيميائي على حد سواء. وعن الخطوات التي ستتخذها روسيا في ظل هذا الوضع قال: سنتخذ خطوات دبلوماسية فقط. من جهة أخرى أعرب إيفانوف عن قناعته بأن المعارضة السورية قد تتخلى تماما عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات في حال توجيه ضربة خارجية إلى سوريا. مرة أخرى يتراجع مسؤولون سوريون عن أحاديث أدلوا بها للإعلام الغربي، فقد اتهم قدري جميل صحيفة الجارديان البريطانية بتحريف حديثه حول موقف سوريا من مؤتمر جنيف 2. ليلة الخميس الجمعة انتشر خبر مفاده بأن نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل صرح في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة بلاده ستطلب وقفا لإطلاق النار خلال مؤتمر جنيف 2، وما هي إلا ساعات قليلة حتى سارع جميل إلى نفي ما نسبته إليه الصحيفة عن طلب الحكومة السورية وقفا لإطلاق النار، متهما الجارديان بتحريف تصريحه. أنا عمليا لم أقل نهائيا أن مؤتمر جنيف سيجري فيه وقف إطلاق نار، ما أصلا مؤتمر جنيف مو معروف إمتى سيجري وكم يوم سيستغرق. أنا أمثل حزب الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية في القضايا السياسية، الحكومة لها من يمثلها سياسيا. الجارديان سارعت إلى الرد على جميل فنشرت الجزء من المقابلة الذي أثار الجدل، وهذا هو جواب جميل على سؤال الصحفي عن ما إذا كان وقف إطلاق النار هو أولوية لدى الحكومة السورية من خلال مؤتمر جنيف 2. طبعا وقف التدخل الخارجي وإطلاق النار أقلع العملية السياسية السلمية في الداخل. الصحيفة لم تكتفي بذلك بل أكدت في تقرير آخر أن المقابلة أجريت في مبنى حكومي وأن موظفا حكوميا أشرف بنفسه على تنسيقها، ما يتناقض بالتالي مع كلام جميل عن أنه يمثل بكلامه فقط حزبه، أي حزب الإرادة الشعبية. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع نسبة عمالة الأطفال النازحين خصوصا في لبنان. فيما تتواصل أعمال العنف في سوريا تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين وخصوصا الأطفال منهم، ففي محصلة جديدة للأمم المتحدة تبين أن أكثر من 4000 طفل سوري عبروا إلى البلدان المجاورة من دون أهلهم أو أقاربهم، وقد يكونون عرضة للإساءة والاستغلال في حال عدم وجود رجال أمن أو حراس لحمايتهم. وأشارت منظمة اليونيسف إلى مشكلة أخرى تتعلق بالأطفال اللاجئين، وهي أن عددا كبيرا منهم مضطرين للعمل لإعالة عائلاتهم، وبحسب المنظمة فإن 1698 طفل نزحوا إلى لبنان حيث استغلوا للعمل في الزراعة. أما إلى العراق فقد هرب نحو 300 طفل من دون أهلهم أو أقاربهم. وفي الأردن تعرض 1170 طفلا للعنف. كما كان التحذير حول تزايد عمالة الأطفال السوريين اللاجئين خصوصا في لبنان. It's very important and often in order to continue living they have a lot of expenses that they incur. And as a result, you know, kids have to go to work.
وتسعى المنظمة الدولية لزيادة الوعي بين الأسر بشأن خطر تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاكات، في حين تتفاوض مع أصحاب الأعمال لإعفاء الأطفال من العمل بعد الظهر لمواصلة دراساتهم التي ترى فيها جواز مرور إلى مستقبلهم في وقت فقدوا فيه كل شيء. السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أكد بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور حرص بلاده على العلاقات الأخوية مع لبنان، مشيرا إلى أن الاتجاه لحل الأزمة في سوريا هو لحل سياسي بعيدا عن أي ضربة عسكرية. علي أضاف أن التهديد بإصدار قرار تحت الفصل السابع هو استعراض غير قابل للتطبيق. يعني السلاح الكيماوي هو ذريعة تم استحضارها لكي يكون لأمريكا ولحلفاء أمريكا ولأدوات أمريكا في المنطقة ما يستقوم به من أجل ضربة وعدوان يعوضون فيه عن الخسائر التي مني بها التكفيريون والعصابات التي دعمتها هذه القوى. الاتجاه هو للاقتناع بحل سياسي لمصلحة شعوب أوروبا وأمريكا قبل المنطقة ومع المنطقة في هذا الحل، وليس في الفصل السابع الذي لا أرى مسوغات حقيقية له. أكد وفد من أهالي معلولة عقب زيارتهم العماد ميشيل عون في الرابي أن معلولة اليوم خالية من أبنائها وليس فيها سوى قلة من أبنائها يدافعون عنها، ولفت المتحدث باسمهم إلى أن جبهة النصرة تحكم السيطرة على تلال معلولة أي على تل الدير مارسركيس أو في أوتيل السفير. وتتابعون في النشرة، ولكن بعد الفاصل، عملية سلب تنتهي بقطع رأس السارق. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في اليوم العالمي للسلام دعا القادة اللبنانيين إلى التقاط لحظة الوعي وضم الجهود من أجل تشكيل حكومة والعودة إلى الحوار الوطني لحل المشكلات المطروحة ليستطيع لبنان أن يبقى في منأى عن انعكاسات الصراعات من حوله. وكان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أكد من بعبدة أنه كان من المنتظر أن يتم تشكيل في أسبوع، ولكن الظروف حالت دون ظهور الحكومة، آملا في ألا تطول الأمور كثيرا وأن تواكبه القوى السياسية مع الحفاظ على دستورية العمل. خط الأحمر بتأمل ما يكون في خطوط حمر، ولكن نعم في ضغط وفي إلحاح وعم نلمسه بشكل واضح عند الجميع، وبالتالي صحيح أنه مرق الوقت، ولكن ما ننسى أنه تخلل هالخمسة أشهر الماضية كثير من الظروف، منها الداخلي ومنها الخارجي اللي ما ساعدنا كتير، ولكن خياراتنا وخياراتي أنا بالذات ما زالت مفتوحة وما زالت موجودة وسألجأ إليها في الوقت المناسب. أما أن حدد ذلك بيوم أو بيومين أو بتاريخ معين بكون غير واقعي. الواقع بيتطلب أنه ناخذ كل الأمور بعين الاعتبار بالوقت المناسب، نقدر نفرج عن شيء يفرج عن بلدنا ويفرج عن أهل بلدنا وعن طموحاتهم. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب دعا الرئيس المكلف تمام سلام إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة في حال لم يتمكن من ذلك وأن يفسح المجال لغيره، طالبا إعادة تكليف شخصية حيادية. والرئيس المكلف الحالي بالآخر إذا ما في شكل، إذا مش طالع معه تشكيلي، إذا ما عنده أفكار، إذا ما قادر يبتدع أفكار ويعرض أفكار جدية، أنا بتمنى أنه يعتذر ويفسح المجال لغيره. بيصير في تسوية، بيصير في تسوية مع الأصيل بدل ما يكون البديل أو الممثل، أو بيصير في تسوية على إعادة تكليف شخصية حيادية أكثر وقادرة على أن تكون مرنة أكثر في تشكيل حكومة جديدة. في الملف الأمني، ما من أمن ذاتي في الضاحية الجنوبية اعتبارا من الاثنين المقبل، بل انتشار للقوى الأمنية. وزير الداخلية والبلديات مروان شربل معنا مباشرة عبر الهاتف ليقضي أكثر على العناوين العريضة للخطة الأمنية. معالي الوزير يعطيك العافية، بداية ماذا تشمل هذه الخطة الأمنية؟ الانتشار الأمني اعتبارا من نهار الاثنين بعد الظهر، انتشار أمني بكل مناطق اللي بنقدر نغطيها بالضاحية.
يعني هل سيكون هناك تعاون بين القوى الأمنية وال يعني العناصر الحزبية التي تسيطر على تلك المنطقة إذا صح التعبير، أم هناك يعني فقط دور للقوى الأمنية في هذا الموضوع؟ هناك فقط لدور للقوى الأمنية فقط، والتعاون موجود بين كل اللبنانيين على كل الأراضي اللبنانية، لأنه الوضع الأمني مش بس مقتصر بمنطقة معينة، مقتصر بكل الأراضي اللبنانية، وأنت بتعرفي أنه الأجهزة الأمنية مش قادرة تغطي كل هالمساحة هذه. بقى رح ننتشر بالضاحية الجنوبية جيش وقوى أمن وأمن عام، ويكون لهم مهمات محددة موجودة بتفتيش السيارات ومراقبة المشبوهين وتفتيش الأشخاص اللي ممكن يكونوا مرئين بخطة معينة مدروسة، إن شاء الله بتنجح معنا، وإن شاء الله بتكون نهاية العذابات والأحزان اللي عم يمروا فيها هالبلد. معالي الوزير، يعني هل هيدا بيعني أنه ابتداء من الاثنين بعد الظهر رح يتم إزالة الحواجز الحزبية والاستعادة عنا بحواجز القوى الأمنية؟ شو رأيك؟ بدي أسألك سؤال، لشو رايحين نحن؟ رايحين حتى نوقف نحن والأحزاب؟ نحن لم نوقف مع حدا، الأجهزة الأمنية موجودة، الدولة اللبنانية موجودة، المواطنين اللبنانيين بالضاحية الجنوبية كمان كلياتهم مدعوين كمان يكون كل واحد حارس لمنطقته، كل واحد خفير لمنطقته، بيقدر بيتعاون معنا بنساعد نحن وياه، بس مش بإقامة الحواجز ولا تفتيش الناس. هل ممكن أن يكون خطة مماثلة لبقية المناطق اللبنانية، لا سيما طرابلس التي شهدت بالفترة الأخيرة تفجيرين إرهابيين؟ طرابلس موجود الجيش اللبناني بكثافة، موجود قوى الأمن، في بحدود 4000 عنصر من القوى الأمنية بطرابلس وعم بتقوم بواجباتها. أما الوضع اليوم حاليا بلبنان يختلف بين منطقة ومنطقة، والكل مشان هيك أنا طلبت ساعتها بأنه نتعاون مع شرطة البلديات بيخففوا الحمل كتير عن الأجهزة الأمنية من تأمين السير بالمنطقة، من مخالفات بسيطة، من ملاحقة اللي عم بيتسولوا. هالأمور هيدي بتساعدونا فيها، وبالإضافة أني أنا كمان عملت قرار ومنعت قوى الأمن الداخلي تدخل بمخالفات البناء. مخالفات البناء يلي كانت تاخد 3/4 عناصرنا ومجهود ودوريات، وكنا نترك المهمة الأساسية هي الأمن. بقى هيدي بتتعلق بالبلديات والمحافظين والأمين يلي هن المعنيين شخصيا بإعطاء هذه الرخص. من يعطي الرخصة هو اللي بيراقبها، إلا إذا كان في مشكلة صارت بمنطقة معينة وما قدر رئيس البلدية ولا عناصر الشرطة تدخل، بيقدر يطلب المؤازرة من قوى الأمن الداخلي، بس هذه تكون مهمة سنوية مش مهمة أساسية مثل ما كانت سابقا. معالي وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، شكرا لك على هذه المداخلة. أمنيا أيضا، تمثيل جريمة بينو العكارية. بعد عمليات استقصاء استمرت أسبوعين، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف جريمة قتل سليمان عبد الفتاح من بلدة عيات العكارية، والذي عثر على جثته في بلدة بينو مقطوعة الرأس. أظهرت التحقيقات أن عبد الفتاح قتل لأسباب شخصية بالرصاص من جانب 3 شبان، كان يحاول ابتزاز أحدهم ماديا بعدما ضبطه في الغابة مع إحدى السيدات وسلب منهما هويتهما، مشترطا لإعادتهما دفع مبلغ $1000. حينها اصطحب الشاب معه رفيقين له لتوقيف عبد الفتاح، فحصل تبادل لإطلاق النار، قتل خلاله الأخير. بنتيجة تحليل الجثة، أربطة اللي بتلقط الجمجمة بالجسد أكيد هالأربطة حتتفك، وأي حيوان بري ممكن يعبس بهالجثة، وأهي شيء أنه مش حينقل الجثة، حينقل الجزء الأخف. وفي مكتب آمر مفرزة حلب القضائية المقدم نديم عبد المسيح، تم عرض المتهمين 3 أمام المدعي العام وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية، وتبين أن داتا الاتصالات هي التي ساهمت في كشف الجريمة وأبعادها بعد بلبلة سادت منطقة الجوم في عكار لأيام. ونبقى في عكار وتحديدا في بلدة البيري، حيث تطور إشكال بين عدد من الأشخاص والمدعو محمد القصاب يتهمونه بالقيام بأعمال احتيال وسرقة، تطور إلى إطلاق نار من بندقية صيد ما أدى إلى إصابة القصاب برأسه، نقل على الإثر إلى مستشفى الأبيات بحال حرجة، في حين أوقفت مخابرات الجيش مطلق النار. وتتابعون في نشرة بعد قليل عودة المحاكمات العسكرية إلى مصر.
ونواصل قراءة هذه النشرة. تعرض دبلوماسيون أوروبيون لسوء معاملة من جانب جنود إسرائيليين خلال عملية مصادرة خيم ومساعدات إنسانية موجهة إلى فلسطينيين بعدما دمر الجيش الإسرائيلي منازلهم في الضفة الغربية. كما تم إبعاد دبلوماسية أوروبية من الآلية التي صادرها الجنود الإسرائيليون بحسب مصدر أوروبي لفت إلى أن دبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا واليونان والسويد وإيرلندا والاتحاد الأوروبي كانوا يواكبون القافلة. من جهتها أعلنت متحدثة عسكرية إسرائيلية أنه حصلت محاولة لنصب خيم في منطقة حمدات شمال غور الأردن وأن القوى الأمنية تدخلت لفرض احترام قرار من المحكمة العليا مشيرة إلى حصول رشق بالحجارة واعتقال 3 فلسطينيين. عودة المحاكمات العسكرية إلى مصر. كأننا في آذار 2011، كأن المجلس العسكري والمشير محمد طنطاوي لا يزالان على رأس الدولة في مصر. فمع عزل الرئيس محمد مرسي عادت المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى الواجهة. فمنذ 30 حزيران حتى الساعة تمت محاكمة 79 مدنياً أمام المحاكم العسكرية، وهو رقم شبه قياسي مقارنة بالمحاكمات العسكرية قبل الثورة المصرية الثانية. انت عايز تصلح مسار الثورة بجد، يبقى فعلا تبني مطالب الثورة. مطالب الثورة واحدة منها هي العدالة. مش عدالة في القاهرة واسكندرية عشان الإعلام مركز معاهم، لكن تعالالي على السويس والقناة وسينا والعريش ومحدش واخد باله، اقعد لما قضى عشوائي وحولهم محاكمات عسكرية، ولما يتسرب للصحف قول اخوان. انا عارف منين هم اخوان ولا لا؟ انا اللي بيقولي كده النيابة العسكرية مفردا اللي هو اخوان، مدني ولا مش مدني. ولعل القضيتين الاشهر هما قضية الاخوانيين الموقوفين بعد فض اعتصام ربيع العدوية وعددهم 63 شخصا. اما القضية الثانية فهي محاكمة الصحفي في المصري اليوم احمد ابو دراع المتهم بإذاعة اخبار غير صحيحة عن عمليات القوات المسلحة في سيناء. لكن مع عودة المحاكمات العسكرية عادت أيضا التحركات المناهضة لهذه المحاكمات في كل المحافظات المصرية. الخوف عاد مجددا إلى شوارع مصر، فكلمة العسكر وحدها هي المسموعة اليوم. بدأ أكراد العراق صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد لإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وسط خلافات متواصلة مع بغداد ومعارك تخوضها مجموعات كردية في سوريا المجاورة. ويشارك 2.8 مليون كردي يتوزعون على محافظات الإقليم الثلاث السليمانية إربيل ودهوك الواقعة جميعها شمال العراق في العملية الانتخابية التي تشمل المنافسة على 111 مقعدا في برلمان محلي يشرع قوانينه الخاصة. أفرجت باكستان اليوم عن الرجل الثاني سابقا في قيادة حركة طالبان الملا عبد الغني برادار الذي تعتقد أفغانستان أنه قد يساعد في إقناع القادة المعتدلين في طالبان بالجلوس إلى طاولة التفاوض وتحقيق السلام بعد حرب دارت لأكثر من 10 سنوات. ويشار إلى أن برادار كان اعتقل في باكستان في عملية أمنية أمريكية باكستانية مشتركة. وإلى كينيا حيث أطلق مسلحون النار على مركز تجاري في العاصمة الكينية نيروبي، حيث فتحوا النار ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وتصاعد الدخان من أحد مداخل المركز التجاري حيث يستمر إطلاق النار المتقطع، في حين تحدث شهود عيان عن اعتقادهم بأن بعض الانفجارات ناجم عن قنابل. وفي سريلانكا توجه الناخبون في الإقليم الشمالي إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تجري هناك لاختيار رئيس وزراء منتخب للإقليم بعدما كان يسيطر عليه المتمردون في السابق التميل. من جهة أخرى تعرضت إحدى مرشحات المعارضة إلى هجوم على منزلها أصيب على إثره العديد من أنصارها الذين ينظمون الدعاية الانتخابية لها. وإلى جنوب شرق تايوان حيث ضرب الإعصار أوساجي مصحوبا برياح عاتية ما تسبب في ارتفاع الأمواج لـ30 مترا دون وقوع ضحايا بحسب مركز الأرصاد الجوية في تايوان الذي قدر أن تصل أشد العواصف الممطرة بحلول منتصف اليوم. وتحسبا لأي كارثة أقامت السلطات المحلية مركزا للاستجابة الطارئة لإجلاء السكان من المناطق المتضررة من الإعصار. أوساجي ضرب أيضا إلى جانب بتايوان الأقاليم الساحلية للصين.
وبهذا الخبر نختم النشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.